السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله ديما تكونوا على خير وبخير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي نصوب معكم فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. هاد البريوش اللي غنصوب معكم، هاد البريوش غزال غزال البنات، بريوش مالح، المذاق زويون وبتكلفة رخيصة، مفيش شي تكاليف بزاف. هادي عندي الخميرة والحليب، الخميرة درتها في الحليب دافي، خمارة بوزن 8 غرام، معلقة الزبدة، معلقة ديال السكر، شوية ديال الملحة. الحليب درت كاس ديال الحليب، والكاس الاخر درت فيه الخميرة ديال العجينة باش تتفاعل لي شويه. دابا غادي ندير قصعه او القصريه باش غادي نعجنو. عندي الطحين ديال الزرع، القمح الكامل، حرش شويه، وغادي ندير درت زلافه ونص ديال القمح الكامل، محيده منه النخاله، داك الطحين الاخر مغربله، وهذا طحين الدقيق الرطب باش غادي نخلط. هذاك القمح، الطحين ديال القمح هذاك راه باش عوض الفينو، اللي عنده الفينو يدير الفينو. انا عندي طحين في الدار، درت الطحين ديال الزرع، غنديرو هاد الخميرة، شوية ديال الملحة، سكر ثاني دابا باش غادي تحمر لي دغيا هاد البريوش، خمارة باش غادي يجينا خفيف. هاد الخمارة مع الخميرة كيعطيه واحد النعومة، كيجي خفيف ويجي قطني، يجي بحال البونش سفنجي، صراحة غزال. نزيدو هاد البيضة، الزبدة، واللي ما عندوش الزبدة يعوضها بالزيت، ندير واحد ربع كاس ديال الزيت. نكملو بالماء، درنا الحليب، نكملو بالماء، نحاولو ما نخفوش العجينة بزاف، ما نخليوهاش قاصحة بزاف. نديرو الماء بالتدريج باش ما نجريوهاش بزاف. نجمعو هاد العجينة الطحين، خليوش فيها الطحين، من بعد ما جمعتها خليوها ترتاح، نديرو شوية ديال الزيت، نديرو بلاستيك كترتاح بعداتيا باش كتعلك راسها الراسة. أنا ما علكتهاش، راني غير جمعتها. دابا غادي ندوزو نصوبو الحشوة باش غادي نعمرو. حشوة بسيطة وموجودة في كل دار، عندي الشحنة والبصلة، البصلة على قد اللي عندكم، خيزو كذلك، القرعة. أنا كتعجبني نصوبها في المقلة ديال الحرشة، حيت المقلة ديال الحرشة كتصيب فين نحرك، كنصوب لي كندير الكمية بزايد،
الشحمات هي عاوتاني عندي الطحونه البصله درت فيها القرعه وخيزو والبصله وشو المكور اللي كنديرو في الكسكسو الشحمه ديالها شويه ديال الزيت غادي نخلط هاد المكونات كاملين قرعه وخزو حكيتهم دابا غادي ندير العطريه البزار درتهم فوق البوطه باش كتعطيني باش كنصيب فين نحرك كتصيب فين فلفله حمراء الملحة باش على حسب الذوق المعدنوس غادي نخلطوهم ونخليهم يتشحروا لنا صراحة كيجي زويون واقتصادي ومنادم اللي عنده في الدار يقضي به على حسب هاد الاسعار اللي كاينين دابا وهاد الغلا وهاد الشيء الانسان يقضي باللي عندنا يقضي باللي كاين العجينه هي ارتاحت وخمرات غادي نحيدها من هاد البلاستيكه القاص راسه صراحه نحيد منها الخميرة هي تبارك الله طالقة راسها غادي نفرقها نقطعها ندير سطحين على سطح العمل باش ما تلصقش ونقطعها باش نحطها عاوتاني ترتاح شويه نصوبهم كويرات ونحطهم يرتاحوا كلهم غادي نقادهم يجيو زويونين نتمنى والله هذا الفيديو يعجبكم وما تنساوناش في اللايكات وبارطاج مع الخوت والحباب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد تعاونوا هاد القناة ان شاء الله باش يزيد تزيد القناة القدام شوية بابكم ما كاين والو ونتمنى من الله يعجبكم هاد الفيديو غادي ندهن هاد الكاغط الزبدة مش غادي نصوب عليه دابا غادي نطلق لها العجينه نطلقها هكا على الطول نحاول نرققها شويه ما نخليهاش غليظه العجينه راها طالقه راسها وغادي نعمر بهاد الحشوه اللي وجدت
ندير لها تعميره زويونه باش باش تجي زوين، تجي في الماكله كتجي زوينه. ندير لها شرائط نقطع هكا وعاد نكملها بالجميع. كتجي زوينه، كتجي مذكره بصراحه، كتجي غزاله. نحاولوا نثبتوها العجينه التحتانيه، ديروها من التحت. نزيد نصوب الثانيه، كتصوبوا العجينه بحال هكا، كتنوعوها كيف ما بغيتوا. ما بغيتوا تصوبوها كتجي زوينه. حاولوا تثبتوا العجينه هكا، داك الشريطه نثبتوهم مزيان. نلاقيو وحيده مع وحيده باش ما يجيوناش مفروقين. خليتهم متباعدين شي شويه هكا حيت غادي تخمر. من بعد غادي تخمر، غادي يتلاقاو. نغطيهم شي شويه باش تزيد تكمل الخميره ديالها. هي منين خمرات هي جات ملاقيه، كتجي زوينه وكتجي مذكره بصراحه، كتجي غزاله لا في المنظر ولا في حتى في الماكله. وفي الفران دغيا دغيا كتوجد بصراحه، كتجي رائعه. ندهنها كلها بالبيض، ندخلها للفران، طيب ونشوفوها كي غادي تجي. انا صوبت العجينه ما اللي بقات لي، صوبت ميني باغيت وصوبت هادو مدورين، الوحيدات مدورين. ايوا وسميتو ديالنا بريوش ديالنا هو هذا، بصراحه كيجي رائع رائع. جي واحد الرطوبه فيه غزال، او التعميره ديالو من داخل كي جاي. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو.